حضرت حجت ابن الحسن کی بارگاہ میں دعائے سلامتی امام زمانہ کے ذریعے کریں گے مل کے بآواز بلند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا